بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكرم لا تنازل بنأته، وكل أصدقائي الأعزاء، اليوم سنقدم لكم عن الموضوع تاريخ الأدب في العصر الجاهلي. اسمي محمد أمة شفيق بن شفيعي، ومعنا محمد صفوان، ثم أمير أزلان، ثم وجيه الدين، ثم دي تشونجو. ونختار عن موضوع تاريخ الأدب في العصر الجاهلي، وهذا البحث سنتناول عن 5 فصول، وهي الفصل الأول يناقش تاريخ الأدب في العصر الجاهلي، ثم الفصل الثاني يبحث عن الشعر في العصر الجاهلي، ثم الفصل الثالث يبحث عن النثر في العصر الجاهلي، وفي الفصل الرابع يناقش نصوص أدبية في العصر الجاهلي مختارة، وأخيرا في الفصل الخامس يناقش عن علاقات دراسات الأدب العربي ونصوصه في العصر الجاهلي. الأول سنستمع عن أحوال الشعراء في هذا العصر. الشعراء في تلك الفترة كانوا يتنافسون في الشعر، وكانت لديهم مكانة مرموقة في المجتمع. كانوا يتناولون المواضيع المختلفة مثل الحب والشجاعة والحكمة، وكانوا يتمتعون بمهارات شعرية عالية. ثم سنستمع عن الشعراء المشهورين في هذا العصر. منهم أنس بن مالك، كان شاعرا جاهليا مشهورا، وكان له إسهامات في تطوير الشعر العربي. وثم زهير بن أبي سمي، كان شاعرا في فرسان قريش، صديقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما بعد. وسننتقل إلى أنواع الشعر في عصر الجاهلي. كانت هناك مختلف من الشعر في تلك الفترة. فالأول الشعر الرومانسي أو شعر غزل. الغزل يتناول عن العواطف الرومانسية والحب، وكان يركز غالبا على الحب الجمالي والأوصاف الجسدية، وثم المدح والذم. كان الشعراء يمحدون فضائلهم أبطالهم بينما يتقدمون أعداءهم، وكان هناك تنافس شعري لإظهار بطولة وشهامة قبائلهم. وثم الرثاء يعبر عن الحزن والندم، وكان يكتب عادة بمسابنة وفاة شخص مهم. وأخيرا في هذا الفصل سنستمع عن تأثير الشعر في هذا الفصل. وكان للعصر الجاهلي تأثيرا عميقا على الأدب الإسلامي، استخدمت فيما بعد بشكل جميل في القرآن الكريم الذي يعتبر تحفة أدبية فريدة. والأول التأثير الاجتماعي، أثرت قضايا العدالة والمساواة التي تناولها بعض الشعراء في الجاهلية على المفاهيم الاجتماعية في الإسلام. وهذا فقط في هذا الفصل، ثم سننتقل إلى الفصل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. سنواصل مع الفصل الثاني. المبحث الأول يعني أهم خصائص الشعر في العصر الجاهلي. الخصائص العامة، أولا مع الصدق، كان الشاعر يعبر عما يشعر به مما يختلج في نفسه، وإن لم يخلو الشعر الجاهلي أحيانا من المبالغة. القول الجامع، كان البيت الواحد من الشعر يجمع معاني تامة، فمثالا قالوا عن مطلع قصيدة امرئ. ثم مع القيس، القيس فقى نبكى من ذكرى حبيب ومنزل، بسقط اللوى بين الدخول فحمل، إنه وقف واستوقف
وبكية واستبكى وذكر الحبيب والمنزلة في بيت واحد. ثم البعد من التعقيد والتركيب. إن الحياة فطرية وبدوية تجعل الشخصية الإنسانية سهلة يسيرة غير معقدة. ثم الإطالة. كان يحمد للشاعر الجاهلي أن يكون طويل النفس، أن يطيل القصائد. ثم الخيال. الخيال اتساع أفق الصحراء الأدى، فيها يبدو إلى اتساع خيال الشاعر الجاهلي. ثم نواصل مع خصائص الألفاظ والأساليب. المواءمة بين الألفاظ ومعانيها، الموضوعة لها، استعمال الألفاظ الجازلة القوية. ثم الخصائص المعاني والأفكار، يعني الجلاء المعاني ومطابقتها للحقيقة. ثم خصائص الأخيلة والصور، يعني اعتمدت على الملاحظة الدقيقة. التصوير الكلي، يعني الحسي الحركة، مثل اللون والشكل والصوت. ثم التصوير الجزئي، يعني البياني، اللون البياني. ثم نواصل مع المبحث الثاني، يتناول ترجمة موجزة لثلاثة من شعراء العصر الجاهلي، مثل اللبيد ابن الربيعة، اسمه لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب، وكنية أبو عقيل، ولد حوالي سنة 506 مسيحي، وولده كان يعرف بربيعة المقترين، كان فارسا شجاعا وسخيا، وأحد الشعراء البارزين في الجاهلية والإسلام. اعتنق الإسلام بإخلاص وثبات وتجنب. ثم نواصل مع مشاعر زهير بن أبي سلمى، اسمه زهير بن أبي سلمى، وكانت محلتهم في بلاد غطفان، من الشعراء الفحول متقدمين في الجاهلية، ووالده وأخوته كانوا شعراء أيضا. ثم نواصل مع إمرو قيس. من هو إمرو قيس؟ اسمه إمرو قيس حندج عدي ملائكة، وكان من أهل النجد، كان يعد من عشاق العرب وشابا بالنساء، وطرد من بيته بعد مقتل أبيه، سعى للانتقام من قتلة أبيه، وخرج في مسيرة إلى ملك الروم حيث نفيت في مدينة أنقرة. ثم نواصل مع عنترة بن سداد العباسي، اسمه عنترة بن عمري بن سداد بن عمري العباسي، كان من أقوى الرجال في زمانه وأجوادهم بالقصاحة، وعاش حياة شجاعة وشارك في حروب داحس الغبر، وحب ابنة عمي عبلة إلا أنه منع من زواج بها. يرجى تحديد المزيد من العلومات للمزيد من التفاصيل. ثم هذا فقط مني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد وجه الدين الطيب. الآن سأواصل إلى الفصل الثالث، وهو النثر في العصر الجاهلي. طيب، المبحث الأول، أسباب قلة النثر في العصر الجاهلي. تعريف النثر.
هو الكلام المنمك الخالي من الأوزان المعروفة الذي روعي فيه تنسيق الألفاظ وترتيب الجمل والاعتماد على العقل في تخيل المعاني وإبرازها. ثم أسباب قلة النثر في العصر الجاهلي. أول أن العرب كانوا أميين. ثم الثاني أن حفظ الشعر أسهل من حفظ النثر. ثم المبحث الثاني أغراض النثر الفني في الجاهلية. أولا التخريد على القتال والأخذ بالثأر، ثم الدعوة إلى السلم وإصلاح ذات البين، ثم السفارات والوفود، ثم خطب النكاح وآخر الوعظ والتوجيه والسيمة من الحنفاء. طيب المبحث الثالث أنواع النثر الفني في العصر الجاهلية. أولا الخطابة، ثم القصص، ثم الأمثال، ثم الحكم، ثم الوصايا، وثم المنافرات والمفاخرات، وآخرا سجع الكيحان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي وان محمد صفوان بن منزوان. سأشرح لكم عن النماذج من الشعر والنثر للعصر الجاهلي. طيب أولا في وصف الفرسي والصيد لأمر القيس، يعني شعير. في هذا الشعير ينقسم إلى الأبيات الشعير، ثم معاني المفردات، شرح الأبيات، التشبيهات، والتعليق العام. طيب ثم الشعر الفخر لعنتره بن شداد. في هذا الشعر يتعلم الطلاب عن الأبيات، أبيات الشعر، ثم مناسبة النص ومعاني المفردات وشرح الأبيات، وأخيرا تعليق عام على القصيدة. ثالثا الشعر يعني عن العروة بن الورد يحاور زوجه. طيب في هذا الشعر يتعلم الطلاب عن التعريف بالشاعر، يعني ما هو عروة بن الورد. طيب ثم أبيات الشعر، ثم جو القصيدة ومنهج القصيدة، ثم يشرح عن شرح الأبيات والتعليق عام على القصيدة. طيب رابعا هذا الخطبة، يعني من خطب قص من ساعدة. طيب في هذا الخطبة يتعلم الطلاب يعني عن تعريف بالخطيب، ثم مناسبة الخطبة ونص الخطبة، يعني ماذا يقول الخطيب فيه، ومعاني المفردات، ثم شرح الخطبة، ثم تعليق عام عن هذا الخطبة وشخصية الخطيب، وأخيرا ملامح البيئة. طيب وأخيرا النثر، يعني ذو الإصبع العدواني يوصي ابنه، يعني هذا هو وصية. طيب في هذا الوصية أو موضوع يتعلم الطلاب عن التعريف بالموصي، يعني ما هو الموصي. طيب ثم المناسبة للوصية،
ثم نص الوصية ثم معاني المفردات في هذا الوصية وأفكار الوصية. طيب ثم ما يستفاد من هذه الوصية وتعليق العام على الوصية، ثم الخصائص الفنية لأسلوب الموصي، وأخيرا شخصية ذي الإصبع من خلال وصيته. طيب هذا فقط مني، أكتفي بهذا القدر، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سأشرح علاقة دراسة أدب عربية ونصوص في العصر الجاهلي بالقضايا التربوية الحالية في ماليزيا. تظهر دراسة في تعلم اللغة العربية في ماليزيا أهمية الأدب مع أصل الإسلام في تعزيز هذا العملية التعليمية. بداية يسهم دراسة الأدب الجاهلي في فهم تزامور اللغة وهيكلها النحوي وتعزيز المعرفة بتاريخ لغوي للعربية، ثم يسهم أدب الجاهلي في تحسين مهارة اللغة العربية، حيث يعتبر لغة الأدب الجاهلي بارعا ويمكن للطلاب تحسين مهاراتهم في استماع والتحدث وقراءة والكتابة. وفي النهاية يقدم أدب الجاهلية فهما عميق للسياق الثقافي العربية مع تعزيز التعليم متعدد ثقافات وتعزيز التفاهم بين طلاب في البيئة متنوعة. بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم مقترحات لتطبيق هذه الدراسات في مدرسة من خلال دمج الأدب الجاهلي في مناهج وتوفير مصادر تعلم رقمية وتنظيم محاضرات والنشاطات ثقافية لتشجيع الطلاب على التفاعل مع التراث الأدبي العربية. هذا فقط مني، شكرا لكم.